تراث الجدود. لعقود طويلة تميز أبناء حضرموت عن غيرهم بالحفاظ على الكثير من العادات والتقاليد والمناشط الاجتماعية المتميزة التي تكتسب نكهة خاصة بتنوعها. ومن بين تلك المناشط المتوارثة جيلا بعد آخر زيارة القط، أو ما تعرف محليا باسم زيارة الهدر، والتي يخلد فيها أبناء حضارة الطين مساء السيد العلامة عمر بن محمد الهدر في إحلال السلام وإبرام مواثقه وعهوده بين مختلف القبائل المتناحرة حينها. هذا مطلع من قديم الزمان، يقومون بيدودنا ويدود يدودنا من زمان، وهذا تراث شعبي في وادي حضرموت وفي الساحل. المطلع السنوي والذي يطوف مدينة القط يستقر في ساحة قصر السلطنة القعيطية كظاهرة شعبية أصيلة لها جذورها التاريخية العميقة، يتم إحياؤها من قبل الأهالي من خلال إقامة سوق شعبي وتجاري هو الأكبر في المنطقة، ناهيك عن الرقصات والألعاب الشعبية التي يؤديها الأهالي، وأشهرها لعبة الشبوع التي تتنافس فيها الفرق الراقصة في إظهار مواهب أفرادها وحيويتها من خلال الإيقاعات القوية والرقصات المتقنة وباستخدام العصي. هذا الاحتفال احتفال زيارة القطن، زيارة الهدار بالقطن، هذا سنوي، هذا العام 2016، ونرحب هذا الأطفال معانا للحفل الكريم، تفضلوا معاكم فرحانين بالزيارة. وتصل تلك الفعاليات والتي تجذب المئات من الزوار والعائلات لذروتها خلال الليالي المقمرة من الشهر، فيما يتنافس الشعراء القادمين من مختلف مدن الوادي لإلقاء قصائدهم التي يعبرون فيها عن هموم المواطنين وآمالهم، فيما تتخلل تلك الأبيات والرقصات بعض الشعر المختلط بصوت الداني الحضرمي الأصيل. بهذه الرقصات الكرنفالية يعيد أبناء حضرموت إحياء تراثهم ويكرمون تاريخ أجدادهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية القبر.